احتفي بالجماهير. وعلى رأي الناقد الراحل سامي السلموني، لما كنت تتمشى في العتبة وقت عرض أفلام نادية الجندي في سينما أولمبيا، كنت تقدر تحس بصهد الجماهير والطوابير لما تدخل أي شارع من شوارع وسط البلد. أوصف مشوار نادية الجندي وأقول إنها امرأة هزت عرش إيرادات السينما المصرية في أقل من 20 عاما.